نظمت المؤسسة الوطنية للدهن بالتنسيق مع جمعية المسار ومدير قاعة متعددة النشاطات ببلدية ولاد عيش بالبليدة دورة تكوينية مجانية لفائدة الشباب في مجال الدهن العصري والتصميم بهدف تحسين أداء الممتهنين لهذه الحرفة من جهة، وفتح آفاق الشغل للبعض الآخر من خلال منحهم شهادات تأهيلية. التغطية لعادل شوشو. هنا فئة شبانية باش يديروا تربص مجاني، مام اللي متمكن كيما يقولوا موال في يدهن ولا ماشي موال في يدهن، يزيد يتعلم من المسار المهني تاعو، واللي ثاني ماشي يدير ديبلوم ولا يزيد يدير اتيستاسيون ان شاء الله باش يكمل حياة العملية تاعو. هذايا المؤسسة الوطنية للدهن شفت بلي فوالا بلي ما كاش دي سون دو فورماسيون بروفيسيونيل يعلموا كيما يقولوا هذا الدومين. اما خذت على العتق تاعها نورمال باش في كل شهر وفي كل دوره تكون هذوما لي جون اسم الشباب تاعنا. عندي صنعه تاع بلاكوفات وحبيت نزيد ميتي في الصبيغه، وداروا لنا هنا في قاعه متعدده النشاطات في ولاد عيش، وروا لنا كيف نسبقوا علمونا. سمعت باللي كاين ستاج هنايا في هذا السونتر وباطل، والحمد لله تعلمنا مع الشيخ عمي شعبان، تعلمنا بزاف صوالح في لابينتور، وان شاء الله بربي نصيبوها في الميتي تاعنا.